داخل. يعني بعبارة أخرى إخوان الأعزاء، إحنا الآن نتكلم بشكل واضح وصريح بشكل فني في تحرير محل النزاع أساسا، عندما نقول أن الموضوع يتغير بتغير الزمان والمكان. هل هو من النوع الأول؟ هل هو من النوع الثاني؟ هل هو من النوع الثالث؟ هل هو من النوع الرابع؟ هل هو من النوع الخامس؟ لعله 7 أو 8 أقسام من الموضوعات نحن عندنا، ولا بد أن يلتفت إليها الفقيه. الفقيه إخوان الأعزاء في كثير من الأحيان لا توجد عنده مشكلة في الحكم الشرعي، وإنما المشكلة أين والتحير أين؟ في موضوع الحكم الشرعي، وإلا الأحكام واضحة. إذا كان هذا خمر فلا إشكال أنه ماذا؟ نجس وحرام، وإذا كان خل فلا إشكال في أنه طاهر ماذا؟ وحلال. إذا كان حاضر فلا إشكال أنه ما هو؟ يجب عليه الإتمام والصيام. إذا كان مسافر فلا إشكال، ولكنه بماذا يتحقق أنه حاضر؟ وبماذا يتحقق أنه ماذا؟ مسافر. بماذا يتحقق أنه خل؟ بماذا يتحقق أنه ماذا؟ خمر. المشكلة الأصلية في الموضوعات، التحير الأصلي عند الفقيه في الأعم. ولذا أنتم تجدون في الرسائل العملية في الأعم الأغلب عندما يريدون أن يتكلم الفقيه يتكلم بنحو القضايا الشرطية. لماذا يتكلم بنحو القضية الشرطية؟ باعتبار أنه لا يعلم أو لا يستطيع أن يشخص، فيترك تشخيص الموضوع لمن؟ ها؟ للمكلف. والمكلف المسكين همات ينخب، عندما يرجع إلى العرف يجد الأعراف مختلفة، أهل الخبرة مختلفون، وإلى غير ذلك على أي حال. وإلا إذا ثبت أنه غناء لهوي على سبيل المثال فلا إشكال ماذا؟ في الحرمة. وإنما الكلام أنه ما هو موضوع الغناء اللهوي ونحو ذلك على أي حال. فيما يتعلق